إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة المسلمون، إن النعمة لا يعرفها على حقيقتها ويقدرها حق قدرها إلا من حرمها وقاسى آلامها وأحزانها. ومع أن نعمة الذرية نعمة عظيمة، إلا إنها فتنة كبيرة واختبار عسير ومسؤولية شاقة. ولقد أشار الله عز وجل إلى ذلك في قوله تعالى في سورة التغابن: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. نعم أيها الإخوة الأحباب، فكم من أب عقه أولاده فعصوه وأذاقوه مرارة الحرمان وعلقم الصبر حتى يأس من الحياة وتمنى لو أنه لم يتزوج ولم يولد له ولد، وتمنى لو أنه وضع جهد رعايته وعنايته في جرو خير له من ولد لصلبه. وكم من أب ساقته عواطف الأولاد والزوجة بعيدا عن مسلك الأبرار فألحوا عليه بالانحراف وزينوا له الإنفاق فيما حرم الله وجلب المال من حلال أو حرام وقعدوا به عن القيام بواجبه نحو دينه كالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأصبح الأب يتأثر ولا يؤثر، يقاد ولا يقود، ويأمر فيعصى، في حين كان من واجبه أن يكون قائدا لا مقودا، سيدا لا مسودا. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فكيف أيها الإخوة الأحباب يكون دور الأب في بيته هو تنفيذ الأوامر وإشباع الحاجات وتحقيق المطالب؟ فكثيرا ما يعتذر الآباء عندما ينكر عليهم تصرف معين، أو كأن ينكر عليهم أنهم اشتروا شيئا حرمه الله عز وجل، أو أخذوا أبناءهم وزوجاتهم إلى أماكن محرمة، فيقول الأب معتذرا: ماذا أفعل؟ الأولاد يريدون وأم الأولاد تريد، وكأنه لا سلطان له ولا إرادة ولا كيان.
الله عز وجل حمل الآباء مسؤولية عظيمة، هي أن ينقذوا أنفسهم وأهليهم من النار. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إنها مسؤولية عظيمة، فلا مجال للأب أن يتفلت منها أو يتغافل عنها، وإلا فإن الخسارة يوم القيامة عظيمة. والخطب في ذلك اليوم جلل، وقد وصف الله عز وجل حال المفرطين في مسؤولياتهم تجاه أنفسهم وأولادهم وأهليهم، فقال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. تحذير شديد ووعيد عظيم هو أن يخسر الإنسان نفسه وولده وأهله يوم القيامة، فيكون جميعا من الهالكين في النار المعذبين فيها، في حين أن الصالحين الذين قاموا بحقهم في هذه الدنيا بحق الله في هذه الدنيا رفع الله عز وجل درجتهم في الجنة، وألحق بهم ذريتهم، وجمعهم في منزلة عظيمة ودرجة عالية ونعيم مقيم. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فلا ينبغي أيها الإخوة الأحباب أن يتغافل الآباء عن مسؤولياتهم. ولقد وصف الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم تأثير الأبناء على الآباء، فقال صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: الولد محزنة مجبنة مجهلة مبخلة. الولد محزنة مجبنة مجهلة مبخلة، الولد محزنة، وذلك لما يحزنون آباءهم إذا أصابهم مرض أو سقم أو موت. والولد مجبنة لأنه يقعد أباه عن الجهاد والخروج في سبيل الله. والولد مجهلة لأنه يقعد أباه عن طلب العلم لانشغاله به. والولد مبخلة لأنه يقعد أباه عن الإنفاق في سبيل الله. الولد محزنة مجبنة مجهلة مبخلة. فلنحذر أيها الإخوة الأحباب من الانصياع لرغبات الأولاد وأهوائهم هم والزوجات، والخضوع لمطالبهم إذا كانت مصادمة لشرع الله عز وجل ولأوامر الدين الحنيف. إن المتأملة في أسباب انحراف الكثير من الأولاد وضياعهم ووقوعهم في مهاوي الرذائل وتعاطي المخدرات والخمور وغير ذلك، يجد أن أهم هذه الأسباب وأعظمها وأخطرها هو فقدان القدوة الصالحة في الآباء والمربين. فإن التربية بالقدوة أيها الإخوة المسلمون تعد من أهم وسائل التربية، بل هي أهمها على الإطلاق، وذلك لوجود تلك الغريزة الملحة في الإنسان التي تدفعه إلى تقليد الآخرين. والأطفال الصغار أشد تأثراً بالقدوة من الكبار، فهم يجدون في آبائهم المثل الأعلى والنبراس الذي يهتدون به،
كما أن الأطفال يعتقدون أن كل ما يفعله الكبار ويمارسونه صحيح، فهم في أول الأمر لا يدركون الصواب من الخطأ ولا يميزون بين الخير والشر، فهم يرون بأعين آبائهم ويقلدونهم في طريقتهم في الحياة. لذلك نجد أن معظم الأولاد الذين لا يصلون مثلا قد نشأوا في بيوت لا تقام فيها الصلاة، وأن الأبناء الذين يدخنون مثلا فإنهم يقتدون بالمدخنين في البيوت، فإن ذلك النشأ ثمار تلك البيوت. والله عز وجل قال: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. إن الخطر على النشأ من فقدان القدوة في البيت لا يكمن في أنهم ينشأون متلبسين ببعض الانحرافات الأخلاقية، وإنما الخطر إذا كبر هؤلاء وعقلوا حقائق الأمور وعلموا واقع المربين، وأن ما كانوا يسمعونه من عبارات الفضيلة والنصائح والأمر بحسن الخلق والبر عبارات جوفاء لا واقع لها ولا تطبيق، فإن هذا الصنف من الأطفال ينحرف انحرافا شديدا ويرفض المجتمع ويرفض عاداته وتقاليده وما فيه من خير وشر، ويبحث في مجتمعات أخرى عن رموز وقدوات يقتدي بها في حياته الجديدة. لقد ثبت أيها الإخوة الأحباب أن الأطفال الصغار الذين نشأوا في أسر متناقضة الأخلاق والقيم وتظهر فيها علامات النفاق ومخالفة الأقوال للأعمال، أن هؤلاء يصبحون إذا كبروا من أشد الناس بعداً عن الالتزام بالآداب والأخلاق الإسلامية. وذلك ما أوجده ذلك التناقض السلوكي في نفوسهم، إن الناظر إلى المجتمعات الإسلامية أو إلى البيت المسلم أو إلى الأسرة المسلمة يجد أن عقيدتنا وأخلاقنا وقيمنا تكاد تكون في ناحية، وأن الواقع العملي التطبيقي الواقعي في ناحية أخرى، نقيضان لا يلتقيان أبدا. فكيف ينشأ أطفال صالحون في هذا الوضع وهم يرون هذه التناقضات في حياة الأمة؟ إنهم مهما سمعوا من كلام المربين من عبارات الخير والفضيلة والأخلاق الحميدة فإنهم لم يحملوا في داخلهم سوى الصورة التي يرونها أمامهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولقد أدرك سلفنا الصالح رضي الله عنهم هذه المعاني الخطيرة، فهذا عتبة عمرو بن عتبة ينصح معلم ولده، لا ينصح ولده بل ينصح معلم ولده، فيقول له: ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك، ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك، فإن عيونهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما صنعت والقبيح عندهم ما تركت. كثيرا ما يعتذر الآباء بفساد المجتمع، يحملون المجتمع فساد أولادهم متخلين بذلك عن دورهم وواجبهم التربوي، فهم قد جلبوا الطعام والشراب واللباس وظنوا أن دورهم قد انتهى، أو قد يرسلونهم إلى المسجد أو إلى مدرسة إسلامية يلقون عبء التربية عليهم، وهم لا يعلمون أن دور المسجد أو دور المسجد أو دور المدرسة لا يتعدى 20% و80% على البيت. كيف يسوغ للأب أيها الإخوة الأحباب أن يأمر أبنائه بتقوى الله عز وجل ومراقبة الله عز وجل في السر والعلن، في حين أنه يخاضع ويغش ويؤذي المسلمين بلسانه ويده،
كيف يسوغ للأب أن يأمر أبناءه بتقوى الله والمحافظة على الصلوات في المسجد وإتقانها في حين هو يهجر المساجد ولا يؤدي الصلوات في أوقاتها المعلومة؟ إن هذه التناقضات في حياة هذه الأمة لا يمكن أن توجد نشأً متوافقاً نمو سوي الخلق، بل تخرج أفراداً مشوه النفوس منحرف السلوك، بل قد يخرج جيل من أبناء الأمة معرضين عن مبادئ المجتمع خيره وشره، ومعرضين عن منهجه وسبيله، فكم عانت الأمة من بعض أبنائها العاقين الذين كانوا ثمار هذه التناقضات الخلقية، فمنهم من ألحد وكفر، ومنهم من فسق وفجر، ومنهم من سلك سبيل المنافقين، اجتمعوا جميعاً وأخذوا بيد واحدة يضربون بمعول الهدم في كيان الأمة ويسوقونها إلى الهاوية. والله عز وجل قد حذر من اتباع هذا المنهج المنحرف، فقال سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ويقول سبحانه: ويقولون طاعة، فإذا خرجوا من عندك بيت طائفة غير التي تقول والله يكتب ما يبيتون. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أمعاؤه تندلق، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: بلى، كنت أمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. ويقول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن هذا الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، ولا أن يعد الرجل ابنه ثم لا ينجز له. إن هذا الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، ولا أن يعد الرجل ابنه ثم لا ينجز له. إذا وعد لابد أن تنجز. من قال لصبي تعالى هاك ثم لم يعطيه فهي كذبة، كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، إن الأخلاق الإسلامية أخلاق ثابتة لا تتغير ولا تتبدل بمرور الزمن ولا تتطور، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يكون الكذب والخيانة في يوم من الأيام من الفضائل، كذلك لا يمكن أن يكون الصدق والأمانة من البلاهة والغباء. إن ثبات الأخلاق الإسلامية أيها الإخوة الأحباب هو من أعظم خصائصها ومميزاتها التي تميزت بها عن غيرها من الآداب الوضعية التي تعرف عليها الناس بعيداً عن وحي الله المبارك. لذلك أيها الإخوة الأحباب، لا يحق للأب المسلم أن ينهج في تربية ولده منهج غير الذي شرعه الله عز وجل، ولا يحق له أن يعرض عن المنهج التربية الإسلامية بحجة أن الزمان قد تغير وأن الناس قد اختلفت، فإن الأخلاق لا تتبدل ولا تتغير. أيها الإخوة المسلمون، القدوة أو القدوة في اللغة العربية تعني الأسوة، ويقال القدوة أي القرب، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو القدوة لجميع الخلق في كل خير صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو الإمام والمربي والمعلم والسراج المنير والنور المبين صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء أن التربية العملية أو القدوة العملية أفضل من القدوة القولية، أي القول أو الفعل أبلغ من العمل أو أصدق من العمل.
روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد التمس خاتما من ذهب، وذلك قبل تحريم الذهب، فالتمس الناس خواتيم من ذهب، فقال صلى الله عليه وسلم: إني التمست خاتما من ذهبي، فنبذه أي تركه ألقاه، وقال: إني لا ألبسه، لن ألبسه أبدا. فترك الناس خواتمه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء: في ذلك دليل على أن تأثير الفعل أقوى من تأثير القول، وذلك أن القدوة بالأمر أو بالكلام النظري لا بد أن يدعمه تطبيق عملي، لأن ذلك يكون أكثر عمقا وأثرا في النفوس. لما كان العرب عندهم عادة التبني، وجاء الإسلام وحرم التبني، لم يكتفي الإسلام بمجرد التحريم النظري، بل دعم تلك الدعوة بالتطبيق العملي. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من زينب بنت جحش رضي الله عنها، التي كانت متزوجة من زيد بن حارثة الذي تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله سبحانه وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون للمؤمنين على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. كذلك لما كان صلح الحديبية وصد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة عن المسجد الحرام، وأبرم النبي معهم صلح الحديبية، كان وقع ذلك شديدا وعظيما على الصحابة رضي الله عنهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن ينحروا هديهم فلم يستجيب. وهذه هي المرة الوحيدة التي عصوا فيها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شدة حرصهم على طاعته عليه الصلاة والسلام. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وقال وهو غاضب، وقال: هلك الناس، أمرتهم فلم يستجيب. هلاك إذا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تستجب، فهذا هلاك لك في الدنيا وفي الآخرة. فروى لها ما حدث، فقالت له: أخرج، لا تكلم منهم أحدا، فابدأ بنحر هديك واحلق شعرك، فإنهم سيتبعونك بعد ذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحر بدنه وحلق شعره، فلما رآه الناس فعل ذلك قاموا جميعا فنحروا هديهم، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا من الغم. في هذه القصة أيها الإخوة الأحباب تبين التفاوت الكبير بين التأثير القولي والتأثير العملي. التأثير العملي أقوى. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: لما أرسلتني أمي للتعليم أوصتني فقالت: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمي، اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمي. فالأدب مقدم على العلم، وأدب الأب مقدم على أدب الابن. لذلك يقول الشاعر: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم، ونراك تهدي بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم، فابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت منه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما تقول ويهتدى بالقول منك وينفع التعليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أيها الإخوة الأحباب، أبناؤنا هم فلذات أكبادنا، وهم أغلى ما نملك في هذه الدنيا، وهم سبب سعينا في هذه الدنيا، ولا لولا الله سبحانه وتعالى ثم لولاهم ما كنا تركنا بلادنا وسعينا في الأرض. لذلك أيها الإخوة الأحباب، إذا أردت أن يكون ابنك صالحا فلا بد أن تكون أنت صالحا أيضا، وإذا أردت أن يكون ابنك قارئا وحافظا للقرآن فلا بد أن تقرأ أنت القرآن وتحفظ القرآن. نحن نرى في بلاد المسلمين في مجتمعاتنا أن ابن القاضي يكون قاضيا، وابن الطبيب يكون طبيبا،
وابن الضابط يكون ضابطا، وابن المهندس يكون مهندسا، كذلك ابن حافظ القرآن يكون حافظا للقرآن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب لنا من ذرياتنا وأزواجنا قرة أعين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم، وانصرهم على من عاداهم. اللهم جنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهدهم سبلك سبل السلام. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في بورما، وكل المسلمين المستضعفين في العراق، وكل المسلمين المستضعفين في حلب وفي سوريا. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم زدهم ولا تنقصهم. اللهم أغنيهم ولا تفقرهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على من عاداهم. اللهم اشرح صدورنا وإسرافنا، ويسر أمورنا، وارفع ذكرنا، وضع عنا أوزارنا، وثقل موازيننا، وارحمنا في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك محمد، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله 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 الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على السلام. حي على قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. لا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الله الله.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.